السلام اخوان، كدير بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناه زكي سيكليس. اليوم ان شاء الله نوريكم واحد الديفولتي ديال الترتير بزاف في موطور اكطريه في سي 50 اللي فيها الكلاس هذا، اللي فيها امبرا كام تاع جوج بالونات، اللي فيها الامبرا كام من هذا الشكل هذا. مول هذا الموطور هذا ما باش تقطع من عنده الترتير نهائيا، تزير الصبابات لاشين مزيانه وكلشي مزيان، والترسير مازال عنده ما باش تقطع، عنده بدل الروليطا كلشي وباقي الترسير. فاش جينا نقلبو مناش لقينا المشكل، لقينا المشكل من الصبابات، من النوع تاع الصبابات عنده هذا الشكل هذا. ها هو شتو تعال شد لي بحال هذا النوع هذا، تيكون رقوق من هنا. ها هو شتو في هذه البلاصه هذه رقوق، فاش يدخل في الكلاس هنا، ها هو هذه البلاصه اللي غليظه هنا، هاد البلاصة اللي غليظة هاي ما فيها لا الجولة حتى شي حاجة، صبا مجوست هنا. يوم فوا تيدخل تيوصل للبلاصة الرقيقة، تيوصل لهاد البلاصة اللي هنا، هاند تيوصل تيبغي يهبط البلاصتو تيولي فيه الجو. شتو هاد الجو هذا تيدير ترسير خايب، ما يتقطعش من الموطور، ما تعرفوش فين كاين تيا الترسير هذا. شتو تيولي يلعب بزاف، تيولي و تيوسع الكلاس. إلا بقيتي خدام بيه بزاف عندهم، شوف الكلاس موطور مازال ما ضربتها 6 شهور ولا مع 8، شوف الكلاس كيوسع من هنا واحد شوي، شتو وسع من بلاصة ياسر ديال الكلاس. لهذا ديما تأكدوا من هاد النوع تاع صبابات، إلا كان عندك هاد النوع حيدو بدلو ودير هاد النوع آخر. هذا راه لي فان دوريجين، شتو غادي سيستيم واحد، ما فيش بلاصة رقيقة وبلاصة قليلة، شتو ماشي بحال هذا. هذا هو من الفوق، من الفوق هنايا غليظ، ومن هاد البلاصة هنايا رقيق، تولي تيلعب في الكلاس، تيوسع عليك الكلاس بالزربة، فهمت؟ ركبوه بحال ما هاد الصبابات هادو، تأكدوا منهم قبل ما تركبوهم، وتعبروه في العيار. إلا شد فيه العيار راه غير عادي، إلا ما شدش فيه العيار راه دوريجي، فهمت؟ ها انت فاش تركبوه هنا، ما كاين لا الجولة حتى شي حاجة، شتي؟ ما كاين لا الجولة والو، الخلاف مع هذا. هذا راه سبب خطير تاع الترسير، ما يتحيدش من عندك الترسير نهائيا، شتو؟ ان شاء الله تستافدوا من هذه المعلومه. مولا هذا بعدا راه حيد لي ديك لامبرا كامل مشات تكون هنا على حساب الترسير تقريبا، انا قلت ولكن باقي عنده الترسير. يلا ان شاء الله تستافدوا من هذه المعلومه. تحيه كبيره لكم، تبارك الله عليكم.